المفروض أننا اليوم نعيش مرحلة تجديد، السلطة تتجدد، الجزائر نقول بأننا نذهب إلى جزائر جديدة، فالجزائر الجديدة هذه يجب أن تنظر إلى هذا الجانب الإعلامي، والجانب الإعلامي كما ذكر الأستاذ بغرارة هو الآن أصبح صناعة وأصبح سلاح، سلاح حقيقي. فالحروب الكلاسيكية انتهت، اليوم هناك حروب إعلامية، ومن لم يكن له من لم يمتلك السلاح الإعلامي فمهما كانت له الترسانة الترسانة الأسلحة فلن تقيه ولن تكفيه ولن تحميه ولن تعطيه، وبالتالي فحقيقة الدكتور هناك خلف الله في عجالة، رجاء أمامنا نصف دقيقة، برأيك الآن كسؤال أخير في هذا المحور، العمل الدبلوماسي وحده غير كافي إذا لم تكن هناك منظومة إعلامية مرافقة لجهود الدولة خارجيا وتسويق صورتها وتأكيد مواقفها؟ فعلا أنا قلت منذ قليل، قلت لك أنا الآن نحتاج إلى رمضان العمامرة في الجانب الإعلامي، إذا تكلم على الدبلوماسية راهي تتحرك، فالجانب الإعلامي يجب أكون له جنود، تكون له حقيقة يعني ترسانة إعلامية حقيقية، سواء ما تعلق بالإعلام المرئي أو ما تعلق بالمواقع، بصناعة المواقع، بصناعة المراكز البحثية، كلها تدخل في الحروب، الجيل الرابع تدخل في هذه المواجهة الشرسة التي يعني تواجه الجزائر اليوم، وبالتالي فهذا التحرك الدبلوماسي إن لم تواكبه هذا الترسانة، فأعتقد أن اليوم نحكم عليه بالفشل. الدبلوماسي هذا سوف لن يعطي الثمار التي نريدها.